ما هي مغانم رمضان؟ يعني احنا عايزين نخش ننهل من هذه المغانم. نعم. هذا شهر في السنة. طبعا في ناس مثلا تقول لك طيب اعدي كل الشهر ده وانا افضل اخر 10 ايام دول هم دول اللي اركز فيهم العبادات، لان العشر الاواخر فهنا اركز الصلاة، هنا اركز القيام. كلمني عن مغانم رمضان، عايز ادخل رمضان واخرج غنية، غنية بالغفر، غنية، لأنه رمضان ده هو الكنز الكبير بتاع السنة كلها. هو لازم أشوف أولا، لازم أشوف تغير عليكي أو على نفسي، لازم أشوف تغير على اللي جنبي مني في رمضان. ما خليش رمضان زيه زي بقية الشهور. إزاي بقى مولاي؟ إكراء الطعام، يعني إطعام الناس، إكراء الطعام، إفشاء السلام، صلة الأرحام، الصلاة والناس نيام، فعل المعروف، الدعوة إلى الخير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، محبة الناس، مساعدة الآخرين، قراءة القرآن، التسبيح، مداومة الذكر، غض البصر، كف الأذى، رد السلام، تشميت العاطس، الإعانة على الحمولة، مساعدة الجيران، الإنتاج، الإنتاج، الإنتاج. إحنا خدنا فكرة عن شهر رمضان سيئة للغاية، إنه شهر تتعطل فيه المصالح وتغلق فيه المحلات. طبعا الناس تقول لك أنا تعبان، أنا تعبان، أنا صايم، أنا تعبان، هشتغل بقى وكده، يعني ما أنا عايز أتفرغ للعبادة. كل أمجاد الأمة ويا للعجب كانت في شهر رمضان. كل انتصارات الأمة ويا للعجب كانت في شهر رمضان. انتصارنا في 6 أكتوبر كان في شهر رمضان، في 10 من رمضان. فتخيلي حضرتك كل أمجادنا كانت في شهر رمضان. ولذلك الأمة التي تستغل رمضان في النوم والدعاء والسكون هي أمة استسلمت لحديث النفس أو لوساوس النفس. ليه؟ لأنه إذا كنت ستتحجج بالشيطان، شهر رمضان ده شهر يفضح النفوس المتكاسلة، اهو الشيطان اتحبس، شهر تسلسل فيه الشياطين. فين الذنوب اللي احنا بنشوفها في الشوارع والأزقة والحواري دي؟ سببها ايه؟ سببها مش الشيطان بقى، الشيطان قد سلسل. بعض الناس بيحاول يجيب لها تخريج ويقول انه ده، وده قرأته في بعض الكتب، انه ده مش كل انواع الشياطين التي تسلسل. لا، كل انواع الشياطين، النبي ما استثناش صلى الله عليه وسلم. كل انواع الشياطين تسلسل طبعا في طبعا رمضان؟ طبعا. طب ليه لسه في سرقة؟ ليه بيفضل في سرقة؟ ليه بيفضل في مثلا جرائم؟ لانه ده اللي كشفه لنا ربنا، ان مش سبب الذنوب كلها الشيطان. معظم الذنوب سببها النفس. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني ايه؟ يعني النفس تعرف الفجور والتقوى، يبقى في نفس فاجرة، وربنا اللي وصفها بهذا الوصف. المهم عندي اللي لازم ناخد بالنا منه، ان الذنوب الخطيرة كلها كانت ذنوب فردية. الذنوب في ذنوب جماعية في القرآن، زي قوم ثمود وقوم عاد وقوم فرعون، وفي ذنوب فردية. الذنوب الفردية يعني الحرامي لا في القرآن. يعني الشروع في الزنا امرأة العزيز، هابيل وقابيل القتل، العجل الذهب اللي عمله السامري، هذه ذنوب فردية، فعل الشيطان. كل واحد من دول يا هانم، كل واحد من دول المفاجأة ان ما جاتش سيرة الشيطان فيه. يا للهول، يا للهول، حاجة شيء عجيب. يا للهول والله فعلا. يعني انت حضرتك بتشوفي امرأة العزيز بتقول: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. قالتش إن الشيطان، قالت إن النفس. برافو عليك، مفيش الشيطان هنا بقى. بصي بقى لمنظر هابيل وقابيل، بيقول ربنا بيقول بالنص في سورة المائدة: فطوعت له نفسه قتل أخيه. ما قالش فطوع له الشيطان. يبقى لما بصينا للزنا لقينا النفس، لما بصينا للقتل لقينا النفس. طب تعالي شوف السامري اللي كان من قوم موسى وصنع لهم عجل ذهب يعبدونه من دون الله، قال له: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. تصور يا هانم، وإذا كان كل فعل وراء الشيطان، طب الشيطان بقى لما عصى ربنا كان مين شيطانه؟ نفسه، هو نفسه. يبقى الشيطان النفس اللي ودت الشيطان في داهيه.